إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على المتابعة. إذا أتممت هذا الفيديو فصل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعم القناة بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.
وجيب لي اخو جيب لي اخو تبارك مليح السي سعيد تبارك الله. واش نقول لك عرفتي عبد الله عبد الله عبد الله انت دابا كتشري اول مره غندير معاك واحد البلان مولف كتقول لي مولف كتقول لي الثمن اللي كطلب مرحبا السي سعيد بغيتك هذه المره تقول لي الثمن باش شري ها 350 باش مخوذ 300 ولا عطا 190 كان عطا كانوا عطاو المولى 190 190 اللي كان عطاو شحال خديتي انت 350 350 50 خديتيهم من عند 75 لواحد 175 لواحد باش خديتيهم انت خديتهم واللي بغى مولى نوريهم ليه كاع لا ما كاينش نمره واحد النمره واحد كرونيا دار حتى هو النمره واحد حتى هو النمره ولا سي سعيد معدي 160 كيلو تبارك الله الله معدي الهم ما كاين اصبع ثنايا 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 برومي عشاق المليح راك شاري شوف حيت دابا الناس في التعليق كتقول ملي كتقول مليون كتقول كذا داك الثمن كطلبوا دابا حنا راه ما مقاداش بنادم راه ما مقادش داكشي اللي كاين الناس راه ما مقاداش الله يحسن العون الله يحسن العون غلبت 40 غلبت 50 كل واحد كيتمشى على قدشي بنادم اخويا سعيد كل واحد وكيشري على قدشي دابا الناس اللي عشاق مسك عليهم الله بغى شي حاجه بحال ما هذا الشيء خلي لهم الرقم ديالك اللي بغى شي حاجه سير الله يسر الامور خلي لي الرقم ديالك تبارك الله قول لي الرقم ديالك مرحبا خو سعيد زيد 072 شحال 94 22 شحال ولا مالكي 94 22 8 واللي بغى راه نبيعهم لي سير الله يسر الامور مهمه عطينا الربح ما قدنا سير الله يسر لك حنا نطلبوا الله يسر لك مهمه هادو دابا مشريين 350 الف باش مخيوضين بجوج قلت 175 الف هادو الخوت يعني 8000 لو بغيت شنو؟ واش هذا الدق؟ بغيت كذا تيمشي المليح راه عندك عندي الدق عندي الدق عندي الدق اللي فاز تقولي لي مبارك وعليك الرباع مبارك بارطاجي انتو عدت كما كنبغي نجي نقول حاولي اخوش الشيء هذا هذوك هذوك ما ناخذ الشيء ها كنبغي نجي عندكم وانا عدت كنلقى الثمن قاصح شنو عندك مولع البولالي واه مولع الف الف الاخرى غادي ياكل 400 ضربه ياك شدي واحد شد شد هذاك شد شد هذاك الوسطاني نشوفو الالمان لا لا مازال ماشي الالمان هذه ديال البلاد الالمان باقا ما وصلتش كاليتي هذيك غادي يكون شي حاجه هربانه في الصوره ان شاء الله يعني الالمان زعما حل الكاميرا ان شاء الله ومايكروفون ان شاء الله جاي في الطريق بو حميد ثمن ثمن عطونا 110 بواحد مليون و60 ب3 مليون و60 ب3